الكوره بتاعت امبارح بتاعت ايمن اشرف هو كوره فيها ارتقاء وما فيهاش نص واضح يقول الكوره دي فاول ولا مش فاول. وعشان كده امبارح شفنا فيه اختلافات كتيره بين خبراء التحكيم، البعض قال ان الكوره دي هدف صحيح والبعض قال لا يا جماعه الكوره دي مش هدف صحيح. يمكن احنا بنعيدها معاك يا كريم اهي برده قدام الناس. ببساطه انا بحب دايما في التحليل، انا في وجهه نظري التحليل لما بندخل فيه ارقام خلاص بيحسم الجدل، في التحكيم لما بنجيب نص بنحسم الجدل، فعشان ببساطه نحكم على اللعبه اللي قدامنا دي. أيوة. تعالوا ببساطه ناخد اللعبه دي ونغير مكانها في الملعب. ناخد اللعبه دي ونغير مكانها في الملعب. تخيل لو حصلت في نص الملعب، لو في كل مكان في الملعب بقى قرارنا واحد يبقى خلاص مفيش هنا وجهات نظر. طيب لو خدنا الكره دي وديناها لمنطقه جزاء النادي الاهلي وقلنا ان ايمن اشرف هو المدافع ولاعب محمد مجدي لاعب البنك الاهلي هو المهاجم وايمن اشرف عمل نفس الشكل اللي احنا شفناه دي، هل في اي حكم هيحسبها فاول على ايمن اشرف؟ نوي الحكم هيقول بلاي اون، وشفناها مليون مره. وهدي مثل بسيط من السنه اللي فاتت، كانت مباراه الزمالك وحرس الحدود، محمود الونش عمل جامب ضعف اللي عمله ايمن اشرف ووسب على ظهر مهاجم حرس الحدود في مباراه النادي الحرس كان محتاجها جدا عشان موضوع البقاء في الدوري، والحكم قال بلاي اون ومصر كلها قالت اللعبه دي مش ركله جزاء رغم اعتراضات شديده. أيوة. للاعبي حرس الحدود. اوكي، يبقى اللعبه دي لو في منطقه جزاء النادي الاهلي مش هتبقى فاول. طيب لو خدنا اللعبه دي وحطيناها في وسط الملعب وايمن اشرف هو المهاجم ومحمد مجدي هو المدافع والكره دي اتلعبت، الحكم هيحسبها ايه؟ الحكم هيحسبها فاول على محمد مجدي. ليه؟ لان باللغه الدارجه اللي احنا بنستخدمها في الكوره هو عمل ما يشبه الكوبري للمهاجم. هل المثل اللي انا بقوله ده حصل امبارح؟ اه حصل في الدقيقه اعتقد 82، احمد علي كان بيستلم الكوره بظهره من في وسط ملعب النادي الاهلي وبدر بانون طلع فوقيه واحمد علي راح موطي بالظبط بالظبط كوبي وبيست زي ما محمد مجدي عمل. الحكم حسب الكوره دي، حسب الكوره فاول على احمد علي. فهنا هنسأل نفسنا سؤال، الكرة بقى لو ما اتحطت في منطقة جزاء البنك الأهلي وجت جون، ليه الحكم رفض احتساب الهدف؟ بسبب الوسط؟ طب انت ما نفذتش نفس القاعدة في كرة احمد علي اللي انت بنفسك حسبتها. فانا في وجهة نظري الهدف صحيح مليون في المية وما كانش فيه اي داعي اصلا للرجوع للفار لان الكرة كانت قدامك واضحة، وخصوصا حتى كابتن يعني كابتن موسيماني نفسه صرح وقال لك تمركز الحكم ساعة اللقطة دي تحديدا كان بيسمح له برؤية واضحة وصريحة 100%، ما كانش فيه أصلا داعي للجوء للفار. وعشان أقفل النقطة دي بحجة ومنطق أخير، لاعب حرس لاعب البنك الأهلي أوريدي ما عملش جامب، يعني ما فيش تنافس في الهواء. لو أنت أوريدي في تنافس في الهواء هنا ممكن نقول في وثب على الخصم، لكن أنت أصلا ما نطتش، ده معناه إيه؟ إنك ما خدتش أكشن. أنا كمهاجم الكرة عالية عملت جامب بتاعي، حتة بقى أنا حطيت إيديا ما حطيتش إيديا أنا بشوف إن ده كانت حركة زيادة من حكم الفار.